مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. معنا مباشرة على مزيكا فام الممثل والفنان إكرام عزوز. مرحبا بك على مزيك. مرحبا بك والتحية لجميع مستمعي إذاعة مزيك. والله يرحم بدو كما يحلولنا باش نديولها، واللي كنت تعدي فيه بطبيعة محل الشاهد شهادة عام رمضان الله يرحمه 14 سنة بدون انقطاع، معناه في 5 أيام في الجمعة سلسلة كانت تهتم بالشأن الاجتماعي والتوعية الاجتماعية. دلندا عبدو معناها أول ممثلة تونسية لعبت دور كومبوزين بتاع العزوزة وهي عمرها 20 سنة، معناها تألقت فيه بشكل أنه حكاية العروي ما تكون فيها عزوز السود. كان دلندا عبدو، دلندا عبدو محل شاهد، دلندا عبدو برشا أفلام، عصفور وجريدة، ولو كان مش جريدة ما يحصل عصفور مع نور الدين القصباوي، وتاريخ كبير. معناها أنا آخر ذكريات دلندا فوق 80 سنة وهي تلبس النملة والصرصار في مسرحية الأطفال مع عزيزة بولابيار وتتنقل إلى القرى والجبال والأرياف. دد مناضلة، مناضلة وفنانة بأخلاق رفيعة جدا. أنا من 10 أيام أو أكثر، معناها 15 يوم كي زرتها، الكلمة الحلوة ما تنحتش من فمها، وكالضحكة معناها أمينة رزق تونس، معناها المرأة اللي سخرت حياتها كلها باش تنوع في تجربها الفنية، باش تعيش فنها بيسر شغف وياسر محبة وياسر أخلاق. معناها دد قامة كبيرة في كل شيء. سي كرام، أنت صديق مقرب للعائلة. أي معناها الدد والأفراد العائلة، لأنه أختها هي سلوى عبد واللي هي إحدى عناصر الفرقة البلدية من التأسيس. معناها هي بيدها سلوى، ربي صبرها، هي وعيشة بنت سلوى، معناها من قراب لينا ياسر بحكم أن نعيش أسرة فنية مع بعضنا. سي كرام، 8 سنين تقريبا الفنانة دلندا عبدو رحمها تعاني من المرض، تعبت برشا، صاروا لها برشا حاجات في الفترة هذه، والصعوبات اللي لقاتها وقت اللي باش تداوي، كان تحكي لي جوست على الفترة هذه. هي راهو باش نكونوا واضحين، معناها دلندا عندها جرايتها، عندها تقاعدها، معناها مستورة والحمد لله، معناها ديرتها أمورها. يبقى المرض راهو ما ثماش حد ما يتعبش من المرض، وخصوصا أنه معناها هذا الجيل كما عندنا نحن كي نقولوا عدتوقة ولا نقولوا صادق ساسي في الكورة، معناها هذا الجيل اللي ما كانش يخلص المليارات وما كانش يسامح جمعيته في 700 مليون، معناها ذوما ناس كانوا معناها يعيشوا جوست بفنهم وبإنتاجهم واحد. فأنها تعذبت لأنه 8 سنين زادة من الفرش ما تقومش، معناها ماهو شوية ومتعب، لكن الحمد لله معناها مرت بسلام، والعباد اللي تحبها زارتها وزارتها بكثافة جدا. لكن ما نخبيش عليك، معناها في وسط الأزمة هذيك أدو حبوبة، معناها هي تحب اللمة، ما حبتش تشعر بكونها. فمدة 8 سنين ما ثماش حد ما زارهاش، وبرشا حصص للتاريخ. معناها ربما في شفنا عديد الإذاعات والتلفزات زاروها ديجا وقت اللي هي مزيكا فام ديجا زرناها أكثر مرة. شو راهو خطر زادة، ما تنساش دلندا عبدو دون غيرها عمرها ما كانت إشكالية. دلندا عبدو كي نعزي فيها التوانسة الكل، بالحق نعزي التوانسة الكل، لأنه ثماش كون ما يحبهاش، ما ثماش كون ما عندوش معها ذكرى حلوة. دلندا عمرها من صرح التصريح لا مع فنان لا ضد فنان، معناها حبوبة الجميع، ومرأة معناها بأخلاق راقية جدا. معناها حتى كي زرتها في المدة الأخرى قالت لي كلام حلو، قلت لها ايه ددو معناها الكلام المزيان المرتوق، قالت لي واش عنا غيره نحن، لا سي شو راهو صحيح ثم اشكاليات تقع كما صار مثلا تاع المستشفى العسكري واشكالية شكون راهو، هذوما حاجات تاع الغسرات، هذوما ديزاكسيدون تاع الغسرات. لكن يبقى تاج على روسنا فنانة كبيرة وقديرة جدا
امرأة بأخلاق راقية جدا إلى آخر معناها لحظة في حياتها. ربما نهار الخميس هذايا كي ريت السنة تلك وما عادش نجم تعبر كما قبل وحب تقول حاجات توجعت معناها سي. و93 سنة الله يرحمها عديتهم كلهم فن، وتفرغت للفن لم تتزوج، امرأة معناها من الكل الله يرحمها وينعمها وإن شاء الله معناها ربي يرحمها. ونحن بصراحة ممسوسين لأن زادة باش نفقدوا ذكريات كبيرة مع دلندا معناها أكيد. هي بارك الله معناها مسيرة طويلة وعريضة وخليت بصمة في الساحة الفنية. تبقى أعمالها وذاك عزائنا، لأنه بصراحة الفنان كي خلد معناها أعماله ويخلد ذكرى الحلوة وراه هذا كاش يرغب في الاخر الموت تترصد الجميع، وخصوصا نحن في فتره كيما هكا ان شاء الله ربي راضي علينا وان شاء الله نموت محبوبين كيما العباد تحب دد ودلند. شكرا لك سي كرام عزوز على المداخله نتاعك، انا نعزي كل الساحه الثقافيه والفنيه في تونس.